عمر موسيقي كتير بارع، سواء بالأكاديمي يعني كثيوريز وأكاديميات الموسيقى، كتير مثقف وكتير بيعرف شو اللي بيعمله وبيعلم كتير ناس. على صعيد الموسيقي العملي كعازف عود، هو من أفضل عازفين العود اللي أنا شخصيا يعني تعاملت معهم. أنا تعاملت مع عازفين عود من شتى أنحاء العالم وناس منهم عالميين، يعني عمر لا يقل عن أي حدا فيهم. وبعتقد في القريب العاجل إن شاء الله بكون في مشروع يعني بيني وبينه يتبلور نحو إنه عازف كعازف عود الناس تحطها عليه بشكل كبير. هو كشخص مريح، يعني شخص كتير مريح، وزي ما بتشوفه بالحصة بيكون هو في البيت في برا في الشارع، زلمة ابتسامته سهلة، يعني عارف دائما مبتسم لطيف مع الكل. يعني اي حدا بيعرف عمر عباد بيعرف انه شخص لطيف. ما بعمرك بتشوف مثلا بتقول تسأل واحد بتقول بتعرف عمر عباد بينقز مثلا. موسيقي وعازف عود من الأردن. آلة العود بالذات هي من أفضل الآلات المحببة إلى قلبي من الطفولة، يعني من حد ما تقريبا أنا طفل كنت أحب هاي الآلة وبلشت أسمع فيها بشكل يومي. بدأت قصتي مع العود من تقريبا يعني كان عمري 15 سنة لما بلشت أتعلم على هاي الآلة. البداية طبعا بلشت قبل هيك بكثير، لأنه بالبيت عندنا كان دائما في أخوي الأكبر كان يعزف على آلة الجيتار، فكان دائما في عندنا أجواء موسيقية بالبيت، وكان عندنا يعني اهتمام بالموسيقى كاستماع وكعزف، يعني دائما في البيت أجواء موسيقية. فحب الموسيقى يعني ولد تقريبا من خلينا نحكي من ولادتي، كنت ميال كتير للاستماع للموسيقى. بس البداية الفعلية كانت أن أتعلم آلة موسيقية كانت لما كان عمري 15 سنة، التحقت معهد الفنون الجميلة وبلشت أدرس عند الأستاذ نصري خالد، هو اللي أعطاني الأساسيات يعني لآلة العود. إحنا بلشنا مع بعض طبعا من قبل التسعينات، يعني يمكن من أواخر الثمانينات، وظلينا مكملين مع بعض. درسنا في نفس المعهد بنفس اليوم، يعني رحت أنا وياه نفس المعهد بنفس اليوم، وبلشنا بأول خطواتنا مع بعض لغاية لما أسسنا أول فرقة اسمها النغم الأصيل، كانت بأوائل التسعينات ما أعتقد. النغمة الأصيل كانت حالة متفردة بالأردن لأنه ما كان في فرق،
يعني بتحكي ببداية السنوات ما كان في فرق تشتغل هذا اللون. وكنا مجموعة من الموسيقيين البارعين. في سنة 96 خلينا نحكي بعد ما خلصنا توجيهي أول إشي إنه توجهت لدراسة هندسة الكهرباء والاتصالات، وهي ما كانت ميولي بس إنه بشكل عام يعني ما كنت حاطط بالي إني راح أكمل بالموسيقى. بالسنة 96 كان عندي اهتمام وحب كبير لآلة العود وللموسيقى وللتعليم، فبلشت أشتغل. أنا بلشت أشتغل عشان أصرف حالي كبداية، فبلشت أعلم. اكتشفت إنه هذا هو عالمي، يعني الموسيقى وتعليم آلة العود هذا هو الإشي اللي أنا بحبه. فضليت أشتغل بس بالموسيقى مدة يعني عدة سنوات. بعدين صرت أفكر إنه هذا هو الإشي اللي بدي إياه أنا كتخصص، فاتجهت لدراسة الموسيقى بالجامعة. رحت على الأكاديمية الأردنية للموسيقى وكملت البكالوريوس تبعي، وبعديها مباشرة هم طلبوني أن أعلم عندهم أكون مدرس لآلة العود. فبلشت أعلم بالأكاديمية في سنة 2003 لغاية الآن. أنا التقيت بأستاذ عمر عباد بال 1999، علمني كثير شغلات. هو أول حدا نسخ لي كتاب المقطوعات والتمارين تبع الشريف محي الدين حيدر اللي هي مدرسة العود الحديثة. وبتذكر إنه كنت كل ما أخلص قطعة وأسمعها أروح أرجع أسمعه إياها وأخذ رأيه بكل صراحة يعني. وكان هو يخليني مثلاً أقعد أتمرن، يكون مثلاً عم بيشتغل يرجع يشوف كيف مثلاً كيف عملت مثلاً كيف كنت أقرأ. في سنة 2006 التحقت في جامعة اليرموك لأحصل على درجة الماجستير بالموسيقى، وكانت هاي من التجارب الصعبة لأنه عادة طلاب الماجستير ممكن يخلص رسالته أو كل الدراسة في سنتين. أنا هاي الموضوع أخذ معي حوالي 5 لـ 6 سنوات لعدة أسباب، منها انشغالي بالتدريس وما كان عندي وقت يعني. وشغل الثاني إنه موضوع الرسالة، يعني أنا بتذكر قعدت بس سنتين كاملين أفكر بكيف الطريقة اللي بلش فيها بالرسالة، يعني من وين أبدأ. فهاي كانت صعبة. كان عنوان الرسالة هي تحليل مناهج آلة العود في مصر والعراق وبلاد الشام. عملنا في عدة مخيمات، مثلا حاليا عم نقوم من خلال جمعية الحنونة نقوم بتعليم طلاب بمخيم طالبية. هم طلاب ما عندهم أي إمكانيات يشتروا أي آلة أو يتعلموا أي آلة موسيقية. تلت موسيقى زيات. أوكي، أول ثلاث أوتار، شو اسمهم؟ الوتر الأول مسكي. شو؟ أول وتر ما قلت لي ما. أوكي، شو اسمه؟ أسمعهم. اسمي؟ اسم. صحي نايم. إيش اسم؟ سول. لا. لا. بس أول ثلاث أوتار. استاذ ما عملت بطلع الصوت بالله. مش طالع صوت. امسك ريشي صح؟ ريشي امسكها هيك جوا هيك جوا هاي جوا هيك زي المفتاح هيك كيف مفتاح؟ زي هيك ايوه زي هيك صح؟ يلا سؤال لا غير مش هيك مسك ريشي لا هيك زي كنك ماسك ايوه هيك بحط اصابعك ثلاثه ايوه مش كثير مزبوطه على مسكتك هيك اشوف. فانا مثلا عندي هلا مجموعه من هدول الطلاب بلشوا خلال مده بسيطه يعزفوا الحان شعبيه بسيطه، يقراوا سلم موسيقي، يتعلموا قراءه النوته. فهذا انجاز كبير انا مثلا يعني بفتخر فيه. بدايه سنه 2011 أجتني دعوة من فرقة موسيقية موجودة في أمريكا، فرقة الأصوات. كانوا مهتمين إنه يكون يعني
يوكلوني بمهمة قيادة الفرقة الموسيقية اللي موجودة هناك بمنطقة سان فرانسيسكو. هذه الفرقة كانت ضخمة يعني حوالي 50 عازف ومغني. كانت هدفها الأساسي إنه تجمع يعني تعمل التراث العربي بس من خلال اندماج ما بين الثقافة الغربية والعربية اللي هو أجانب وعرب بيعملوا كلهم بغنوا تراثنا الموسيقي يعني العربي. طاقة إيجابية موجودة وين ما كان، بأي بقعة بتلاقيه بيكون فيه هيك إشي إيجابي حواليه. نحن رفقة درب الموسيقى أولاً، وأخوي سفاح علمني كثير شغلات. مش حكيلك حط تليفونك سايلنت كده. ملحن أغاني الفرقة أنا وياه يعني. لاحظت أنه عنده خبرة واسعة وعنده كمان خبرة من أكثر من مدرسة لآلة العود، يعني بيعرف مدرسة يعني درس المدرسة المصرية والعراقية والتركية.